الجيل اللي بيشتم فيروس يموته، ممكن يكون ناس حامله للفيروس ولا يظهر عليه. في واحد بيعك فراح بس واحده اعراضه ايه؟ اعراضه نيله. في ناس كتير بتموت منه من ده، وفي ناس حامله للفيروس ولا تموت. طبعا بعد ما يتشخص للاسف الشديد هو مرض ايه؟ ما بينفعش معاه المضادات الحيويه خالص. عندي كمان الفيروس بتاع البوس او بتاع الكيسنج اللي هو بيسموه ايبشتاين باير فيروس. الايبشتاين باير فيروس ده بيسموه الانفكشن مونوكليوزس، وده بيسموه الحمى الغديه. ده بيجي مع الناس اللي هي بتقبل ناس ممكن يكون ناس حامله للفيروس ولا يظهر عليه. يعني في ناس بيبقى كارير. يعني ايه كارير؟ حامل. فهو في واحد بيعك فراح مناعته ضعيفه، بس واحده او بس واحد عنده الايبشتاين باير فيروس ده فراح نقل له الفيروس. اعراضه ايه؟ اعراضه نيله، اعراضه حمى، رشحة، فتيج طبعا، ومليز، ودوخة، وزور سروت، زوره ملتهب، والتونسلز ملتهبة، وشيز يلو اكسيديت، وعنده افرازات. لما بيجي في طفل، يعني ساعات بيبقى طفل بريء، يجي له الايبشتاين باير فيروس يموته. الانفكشن اسمه نيكلوزس دون بيدي تورمات في الغدة الليمفاوية، وراش ورشح وحمى وشغلانة فظيعة. في ناس كتير بتموت منه من ده، وفي ناس حاملة للفيروس ولا تموت. السبريد بتاعه، الانتشار بتاعه يبقى كلوز كونتاكت. دون بيجي مع السليفري اكستشينج، مع اللعاب، وممكن يكون مع الافرازات الجنسيه، او الناس اللي بيشربوا كحولات مع بعض، او بيشربوا سجاير مع بعض. يعني في ناس بيحبوا يشربوا خد نفس خد نفس خد نفس، واحد فيهم عنده المرض بيجيب لي التاني. بيقعد من 4 لـ 8 weeks اللي هي فتره الحضانه انكوبيشن بيريود، وبعدين يظهر الراش والطفح، الجلد كله بيبقى عامل زي ما يكون واحد عنده حصبه، وبعدين في تورمات في الغدد الليمفاويه. طيب هنشخصه ازاي؟ في 3-4 تحاليل مهمه زي البول بانيل. البول بانيل ده عباره عن ايه؟ المونو نيوكليوزس تست. يبقى انا بعمل له اختبار دم. في اختبار الدم بشوف الهيتروفيل انتي بودي، واشوف البول بانيل رياكشن بتاع الانتي بودي، والمونو سبوت تيست. كل دي تفاعلات خاصه بالانفكشن مونوكلوز ده اللي هو مرض القبولات. خلاص. طبعا بعد ما يتشخص للاسف الشديد هو مرض ايه؟ سيلف ليميتنج، زيه زي الحصبه، زيه زي المامبس، زيه زي الروبيلا. كل دي ممكن بس اديله مناعه شويه، سيبه يعني يقوي مناعته شويه ان شاء الله يخف. لا، المضادات الحيويه ما بتنفعش مع الايبشتاين باير فيروس ولا السيتوميجالو فيروس. وفي فيروسات كتير تنتقل عبر الجنس ما بينفعش معاه المضادات الحيويه خالص خالص. ليه؟ لان ده ايه؟ فيروس، والفيروس ملوش دعوه بالمضاد الحيوي. المضاد الحيوي ده ايه؟ بكتيريال، ما بينفعش مع الفيروس خالص. ده دي سيلف ليميتد، زي الحصبه، زي الايبشتاين باير فيروس، زي ما هنشوف دلوقتي الهربس. ما هو الهربس ملوش انتي بايوتيك، زي الروبيلا، زي المامبس اللي هو الغدد النكافيه والتهاب الغدد اللعابيه. كل دي بتبقى سيلف ليميتد ديزيز، اللي هو اديله فرصه بس الجهاز المناعي ينتصر على المرض.